له قال لك ايه؟ قال لك الكنيسه اولى بينا، الفلوس لا، الكنيسه. قال لي ازاي انا كنيستي تكون محتاجه فلوس والم التبرعات لكنيسه تانية؟ يعني هو معترف ان الكنيسه عنده محتاجه فلوس، طب هي يا فين بقى الفلوس اللي كان اولى ان هو يعني يا يأجر، يأجر مثلا المكان عشان يجيب ما فلوس، يستولاش على المكان. ياخد تبرعات الشعب عشان طيب فين بقى الكلام ده؟ شوفي، هو اللي عمله كله طبعا بعد ما استولى على البيت والكلام ده كان مسدود ماديا فعلا. لما انا سيدنا موضوع اللي بيقول لي ما يدفعش القسط، وهو كان في مصر، فسيدنا قال لي اعمل مواعيد مع مدير البنك. هو سيدنا في قبليها قال لك بالحرف، قال لي انا عايزك تروح وتلم الخراب اللي بيحصل هناك. ياه، يعلم ربنا، يعلم ربنا. ده انا بعد لو كنت سنتين، بعد سنتين، بعد سنتين وانا بعد سايب سنتين، الخدمه، ياه. سيدنا قال لي عايزك تروح هناك وتلم الخراب. لو انا كنت عايز سلطه، ده كان امر من سيدنا. قلت له يا سيدنا يا ريت تعفيني. قال لي طيب مين ماسك الماليات؟ قلت له فلان. قال لي مين فلان ده؟ قلت له من الناس الجديده. قال لي انا عايز انادي الناس المسؤوله هناك وعايزك تكون موجود. قلت له يا سيدنا تحت امرك، طب بس كويس. يا ريت تعفيني. بعد كده قام قال لي يعني انت عايزك مش عايز تتصدم يحصل لا لا اصطدام لا، بينك وبين ابوك انا تاني، خلاص، انت خلاص رفعت بعيد عنه. انا لما اسيب حاجه خلاص، انا طالما انه فعلا لقيت الموضوع مش نافع، وهو بعد ما خربها اللي بيعمله ده، مش بونه في الكنيسه، خراب كل حاجه، صرف فلوس، هدر فلوس، خراب بيحصل. انا النهارده مريت لقيته بيغير في سقف الكنيسه، وسقف الكنيسه كان المفروض يعيش 20 30 سنه، ياه، بيغير في سقف الكنيسة؟ في سقف البيت. السقف بتاع البيت البيت بيغيره، ليه بقى؟ هيقع ولا لأ؟ ما اعرفش عشان يتوسخ يمكن، والشمس شويه خلت لونه. يعني السقف حالته كويسة، مش محتاج ولا السقف كان مكسر اقل ولا حاجه مشكلة. يعيش 30 سنه تاني، ياه، يا امانه ربنا. طب هو فين الفلوس بقى اللي هيعمل بيها الكلام ده؟ معاه فلوس ما كتير ولا تعرفيش، بيجيبها منين ربنا ده؟ ربنا يستر، يكون اقنع سيدنا انه يبيع قطعه الارض وخد فلوسها، وبيصرف دلوقتي في بيصرف فيها. ياه، لانه كان زمان اول ما خدنا الكنيسه كان جالي تليفون وفي واحد مستثمر عايز يشتري الارض والكلام ده، فطبعا رفضنا. فانا ما رحت لسيدنا، سيدنا مره بيقول لي جوني عايزين يبيعوا الارض وشو. قلت له يا سيدنا انت هتكون اكبر غلطه لو بعت ارض الكنيسه، الارض دي هتفضل لاولادنا. الظاهر انا ما عنديش معلومات، بس جاب ممكن. فلوس من فين؟ انت بتقول احتمال. عشان يجيب فلوس، في اب كاهن يبيع الاغابي، ودي كانت ضد اراده سيدنا. انا مره بتكلم مع سيدنا في موضوع نعمل كانتين، سيدنا قال لي الاغابي ما تتباعش دلوقتي. هو بياخد من الشعب على حسب معلوماتي على ما اعتقد 50 اورو كل شهر من كل عيله عشان الاغابي، زائد الاشتراكات. لانه لما الشعب كان الموضوع انه معمول ما فيش اشتراكات، كل واحد يدفع هو اللي عايزه. لما سيدنا عمل الفلوس تسحب من الحساب بتاعه هو بتاع الكنيسه هنا، ومش من حساب الدير، فعلى طول رجع من مصر وطلب من الشعب واداهم، وزع عليهم ورق ان هم اللي يسحبوا في الاشتراك، مش هم، مش الشعب هو اللي يحولها. هنا في طريقه، بمضي على ورقه من البنك، بوديها البنك، البنك بيسحب من حسابك اوتوماتيك لحسابي صح. كل شهر. فعمل الطريقه دي لانه عرف انه اتزنق، وبقى في اشتراكات، فبقى الشعب بيدفع فلوس الاغاني، بيدفع فلوس الاشتراكات. زياده على كده، في اي مره من الكنائس في حصل في تاريخ الكنيسه انه يشتري ايقونات، 30 ايقونه، الايقونه ب 500 اورو يعني 15000 اورو ايقونات، وبيبيعها للشعب لا، وكمان بيقول للشعب انه اتملك ايقونه تكون في الكنيسه واكتب عليها اسمك. لا تاني كده، تاني، استنى، الموضوع ده كبير قوي. هو جاب 30 ايقونه، الايقونات اللي هي مش في الحامل، الايقونات لا، الكنيسه لا، الكبيره، صور بقى، صور عادية، صور الصور عادية. اللي بتكون في الكنيسه متوزعه على جانب الحيطه اليمين والشمال في لا، الكنيسه. بس الصور، الحاجات اللي جوه الكنيسة لازم تكون مدشنة. ما هي الشعب يشتريها بس تكون في الكنيسه، يعني تملك صوره، يعني صورتي مثلا ايقونه العذراء، ايقونه المسيح، ماشي، ايقونه ماري اشتراها جون، من ايقونه الكنيسة، اشتراها. انا اشتريها بس تكون في الكنيسه واكتب عليها اسمي، تكون ملكي بس جوه الكنيسه. فهمت. تكتب عليها اسمك، فده ما انت اشتريتها، تكتب عليها اسمك. تبقى وتكون في ملكي. الكنيسة برضه، وتكون في الكنيسة. ولو لقيت حد يصلي قدامها اقول له انت واقف قدام صوت تصلي فيها ليه؟ انا عايز فلوس.
غريب الموضوع ده، ما حاجه ملكي، ده انت حاجة متخيله تجارية من انا بحتة. اتملك صوره ايقونه في الكنيسه، ومثلا صوره القديس ده شفيع، او صوره العذراء شفيع لحد، وجا واقف قدام صورتي، طالما ملكي من حقي اطلب مني فلوس، اطلب عليها فلوس عشان تصلي قدامها، ما هي ملكي، ما هو بيبيع للشعب، بيملك الشعب ايقونات او صور في الكنيسه. ده لا فتنة، ايه اللي بيعمله ده؟ و وبعد كده هو وقف، شوف الكذبي، وقف في الهيكل بعد القداس، انا ما كنتش موجود، بيجيني الاخبار بيقول للشعب انه الايقونات دي، الايقونه ثمنها 500 اورو، وال 30 ايقونه 15000 اورو، واحنا لسه ما دفعناش فلوسها. يعني هو اكد للشعب انه ده ثمنها من مصر، بس ايقونه ب 500 اورو من مصر، يعني بطعامه بالذهب مثلا. فالمصيبه بعد شويه لما راح لسيدنا، لانه في شكوى جات لسيدنا، والكلام ده كلام سيدنا، فسالوا الخدام اللي طلعوا من الخدمه حاصل ايه؟ قال له اه اصل هم طلعوا وما لقيتش غير مثلا انه السلام دلوقتي المسك الخدمه، ربنا يباركهم السريان، وهم الماسكين اداره الكنيسه. تاني حاجه موضوع الايقونات، قال له انا اجبرت اعمل كده عشان ادفع قسط الكنيسه، يعني الايقونه مش ب 500، الايقونه ب 50 وهو باعها ب 500 عشان يعمل ربح. ما هو هيدفع القسط ازاي؟ ما هو النهارده اشترى حاجه بالرخيص وبيبيعها عشان فبيعمل حيلة علشان يجيب بيها فلوس، فبيقول لك بيعمل ايه. حيله تجاره طب بالظبط. وهل فهو ده الشعب الشغل. مش عارف الحاجات دي؟ يعني الحاجات دي، ما هو برضو انت بتاخد حاجة جايبها الشعب هنا ب 50 غلبان. تبيعها ب 500، يعني الشعب مش فاهم ده بيحصل ايه، يعني انا ما حاجة اعرفش يفهم فاهم. كام، عشان ما تاخديش كلمه 50، انا بقول كمثل، انا مش ايوه عارف فاهمة جابها فاهمة ب 100، فاهمة يمكن كمثال جابها ب 30، ما اعرفش، انا بقول بقى جابها ب 50 باعها كمثال، هو ب 500 بيشتريها كمثل بمبلغ ويبيعها بمبلغ عشان الضعف يطلع قسط الضعفين، الكنيسه الضعف الضعفين، عشان عايز فلوس عشان يكمل ال بالظبط. وعلى فكره في فيديو لسه شايفه امبارح في حته من الحتات، فالالماني كان في لقاء الماني بيساله، بيقول له انتوا الايقونات دي في بتاع المونيوم كده مكتوب عليها اسامي. فقام المترجم واحد مننا برضه بعرفه يعني، فبيقول لي يا ابونا، بيقول له يا ابونا الايقونات الاسامي اللي مكتوبه دي اسامي الناس اللي اشتروها. فابونا صغر له كده، خلي بالك من الفيديو ده، بيقول لي لا اللي اتبرعوا بيها. هو النهارده لما انا اتبرع للكنيسه بحاجه هكتب عليها اسمي، لا طبعا، انا هتبرع بعد ما انت تشتري حاجه وتجيبيها تقولي مفيش حاجة مجبور اسمها اكتب عليها تشتريها، اسمي، اكتب عليها اسمي اسمها بمرض ايه؟ تبرع. انا اتبرعت التبرع انا حاجة للكنيسة، لا خلاص مفيش حاجة اسمها اكتب لا، عليها هو اسمي. لا، هم كاتبين اساميهم عشان كل ايقونه تكون معروفه، عيله فلان وعيله فلان هي شراكه اللي جايبة فيها. الايقونة دي اللي شارياها. وبقول لك لو انا رحت اصلي قدام ايقونه هيدفعوني ايجار، ما لازم ملك. فاللي بيحصل في الكنيسه ده خراب ده انا اول صدقيني. مره اسمع على موضوع الايقونات ده، بتشتروا الايقونات في الكنيسه عشان يكتب عليها اسمه، ايه اللي بيحصل ده؟ طب هو ايه ده اللي الحل حاصل، كمان؟ ده يعني اللي هو حاصل. عمل انا كذا حاجه عشان يجيب بيها فلوس. طبعا الواحد مستاء بصراحه. طب يا استاذ نادر، اللجنه بقى بتاعت الكنيسه الحاليه بقى اللي قاعدين معاه، اوضحهم ايه دلوقتي؟ ولا راحوا شوفي، فين؟ هو بعد ما انا سبت طبعا الخدمه كلها، وكانت حايله عليا عشان ادخل في اللجنه اللي هتتكون، انا رفضت. فبعد كده تكونت لجنه، وكان هو طبعا فيها، ومعه ثاني يمكن 4 5، في واحد اللي هو كان ماسك الماليه، انا سمعت ان هو من الاسباب، طبعا انا سمعت اللي هو، لو الكلام ده صح الله اعلم، انا ما شفتش، انا سمعت بس غالبا هو ده الصح، انه الراجل ده كان ماسك الماديات او الماليه، وهو من الاسباب اللي ساب بيها الخدمه وعلى خلاف مع ابونا، انه برضه كان اقترح انه البيت لازم يتاجر لانه الكنيسه عندها ازمه ماليه، طبعا لازم يتأجر طبعا، وابونا رفض، وابونا عشان رفض. كده ساب الخدمه. ياه في خدام تاني سابوا الخدمه، الخدام كلهم لما الكنيسه تكون كانت كل الخدام فيها اقبضنا اولادنا كانوا ماسكين الاداره، لما الخدام كلهم يسيبوا الخدمه ويقولوا مش عايزين يخدموا بعد سنتين تقريبا، تفتكري ايه السبب؟ اكيد في سبب قوي. طيب دلوقتي هو لما الناس سابت الخدمه ما حاولش يرجعهم، هو ساعد انه يطفشهم، ودلوقتي اللي طبعا في الكنيسه كان في اخواننا السريان هم اللي دخلوا يعني كانوا بيصلوا معانا، وانا عمري ما كنت ضد السريان لانه بيقولوا انا ضدهم، لا انا اللي دخلتهم الجروبات، والناس ده اصحابي من زمان وهم اللي جو، انا كنت بقول احنا يعني كنيسه ممكن واحده. الكنيسة بتاعتنا أولى الناس دي بالإدارة. اي
الناس دي دلوقتي هم اللي بيديروا هما اللي الكنيسه، بيديروا الكنيسة؟ طب ازاي؟ هم اللي في، هم اغلبهم هم في الاداره بتاعت الكنيسه في الجمعيه او في الفقاهي، طب وفي ليه؟ يمكن اتنين مصريين معاهم ولا يعني حاجه هو كده. طفش اللي خدام وطفش بتوع لجنة الكنيسة وجاب ناس من بره من اخواتنا الكنيسة السريانية؟ طب ليه؟ يا وهم، ولان هم اساسا دلوقتي المعلوميتك اللي بيدفع واللي شايل الكنيسه هو السريان اللي ياه بيدفعوا له مصروفه. اه بقول لك هو دلوقتي مصروفه عشان اترفض لجوءه بياخد حوالي، يعني بيكلف الكنيسه حوالي بس تقريبا 3700 4000 عشان ياخد عقد عمل، غير الله عليك. الايبيت وغير الايجار وغير مصروف عربيته وغير السفر وغير ده كله. يعني النهارده كل دي الكنيسه عايزه، بيكلف فيها الكنيسه. طب ليه كده يا ابونا؟ يعني هتستفاد ايه يا ابونا؟ طب ليه اتكلفت الكنيسه ده كله؟ انت لو هو كنت يعيش. من ملك الخاص ماشي، لكن ليه كلفت الكنيسه ده كله؟ ايجار وكمان الحاجات، العقد بتاع العمل بتاع قدسك، يعني حاجات كتيره جدا كلفتها. وسيدنا، ما ذنب سيدنا؟ نيابه الانبا مشائيل، هو ده جزاته، اداك الثقه. يعني هو استغل الثقه بتاعت نيابه الانبا مشائيل وبقى خد الكنيسه ملكيه خاصه ليه. يعني انا مستغربه كل ده. طيب يا استاذ نادر، يعني كلمتك ايه لسيدنا؟ هل هو وصل له كل الكلام؟ كلمة باذن الله. لسيدنا، هقول لسيدنا يا ريت يا سيدنا، احنا بنعرف بعض من فترة طويلة وانت عارف تاريخي يا سيدنا، مش كل اللي تسمعه تصدقه. يا ريت يا سيدنا تاخد كلامي ده لو 1% صح وتحقق، صح، ويا ريت تحقق. يا سيدنا اخر مرة كنت عندك ومعايا 2 من الخدام عشان اشتكوا لك، حضرتك نيافتك قلت انه عايز مواجهة لانه جالك جواب كبير شكاوي، وكل ما تساله هو يقول لك حاجات وانت بقيت مش عارف الحقيقه فين. اعمل اجتماع يا سيدنا، نقعد يا سيدنا مع الخدام اللي مظلومين، صح. نشوف الحقائق فين يا سيدنا، واي كلمه انا اتكلمتها مستعد لو كذب اتحاسب عليها، انا عندي اثباتات في كل كلمه بقولها، طيب وانتوا تقرروا لو النهارده الراجل ده يصلح ان يكون كاهن او لا. انتوا تقرروا يا سيدنا، او برضه بطلب من لجنه شؤون الابرشيات بالمجمع المقدس يا ريت برضه يتدخلوا في الموضوع ده. صح، لجنة فين شؤون فين قلاصه الأبرشيات الماء؟ بالمجمع المقدس يا جماعة، حد يشوف أبرشية ألمانيا، كنيسة القديسة العذراء مريم والقديس بطرس، يشوفوا عندهم إيه. الأب الكاهن مستولي على كل حاجة في الكنيسة ومستغل الثقة بتاعة سيدنا ومكلفهم مبالغ كبيرة جدا، وفي لسه سلفة. أنتوا خلصتوا السلفة ولا لسه؟ يعني السلفة تتخلص ازاي؟ ده لسه تاني ولا 50 سنة تتخلص. ياه، ما فيش، دي مبلغ سلفة كبير على فعلا، فكرة. مبلغ كبير. ال 730 مع الفوائد هتضرب فوق المليون، هتبقى مليون ونص يمكن. طب ده كم؟ طب ده مليون ممكن و200. يحجزوا على الكنيسة في يوم من الأيام، يحجزوا لا عليه. هو في نقطة كويسة فذكرتيني، على فكرة من سبب انه تكوين الجمعية الأولى اتلغى بسبب انه الخدام أو اللي كانوا بيخدموا معايا ما كانوش، أو كان مش، أنا حسيت انه مش هيكونوا هم يعني قادرين انه يشيلوا المسؤولية دي. أنا رحت لسيدنا وقلت له يا سيدنا بلاش موضوع الجمعية، وتشتري الكنيسة باسم الدير، ايوه والبنك أخذ مبنى من الدير يعني زي ما تقولي ضمان ليه، وعشان كده اشترينا المبنى بحساب الدير باسم الدير بضمان الدير. الكنيسة بتاعتنا دلوقتي بضمان لو الدين اي حاجة حصلت الدير هو هياخدوا. اللي مسؤول. يا وانا خبر. لما عملت كده كنت عارف بعمل ايه، بس مع الاسف لما سبت الخدمة سيدنا ما رجعليش وكون جمعية وادي النتيجة. ابونا استولى على كل حاجة، شغال خراب في الكنيسة، هو يصرف ولو فطلت حاجة يدفع، لو ما فطلتش مش فارق معاه، مش فارق معاه، ما هو هو مش عارف ان شايل الكنيسه في مسؤولية. الاخر هو اللي متحمل المسؤوليه، يعني هو بالظبط كده، يطلع منها في لحظه يعني. هو لو ما دفعش القسط سيدنا مجبور الدير مجبور يدفعه، مجبر ليه والمصيبة فعلا. لو حجزوا مبنى من الدير، المباني دي جوه حوش الدير، هيبيعوا مبنى عمارة في الدير عشان يسدوا، عشان طبعا فهي دي المصيبة. خارجين ضمان الدين. الناس دي مش حاسه بالمسؤوليه، مش عارفه يعني ايه لما يكون في قريب مليون اورو سلفيه وقسط كبير وكنيسه مصروفها كبير.
الناس دي مش حاسة، مش الكلام اللي عارفة. قلته ده يا استاذ نادر خطير وكارثي في نفس الوقت، كارثي لان كده الام ده مشاقيل كده هيتورط في حاجه كبيره جدا جدا، هي دي، المبلغ عشان كبير كده انا بقول لك والتوريطه كبيره، والابونا فيلبس استولى على الكنيسه واللجنه وخلى كله تحت طوعه واستغل الكنيسه وكانها حاجه خاصه ليه، حاجه ممتلكه من ممتلكاته الخاصه، وده حاجه يعني مش عارفه اقولها، يعني حاجه كارثيه. ده غير انه كمان ان هو كان عامل لجوء ديني، يعني هو يعني مضطهد في بلده يعني ولا ايه، مش فاهمه انا يعني. وفقا لكلام حضرتك قلت يعني هو كان جاي في لجوء ديني واترفض، فيعني الموضوع يا جماعه فيه كده حاجات كتيره. هي الفكره انك لما انت خلاص ربنا دعاك للكهنوت، انت جاي تخدم، جاي تشوف بقى هتسكن فين وهتقعد فين وتاكل منين وتشرب منين، ما هو ما هو اوريدي ما هي الكنيسه هتديك، الكنيسه يعني مش هتسيبك في الشارع يعني، انت خلاص بقيت مسؤول من الكنيسه، انت بقيت اب كاهن مسؤول من الكنيسه، هترعاك بس ما تزق يعني، ما تسوقش بقى فيها، اجيب بقى واخد وودي واعمل. انتوا كنتوا متفقين اتفاقات معينه ان في مثلا هتاجروا المكان او في شقق هتاجروها عشان تاخدوا منها فلوس وتدوها للبنك، هتاخدوا هو كده. تبرعات اشتراكات شهريه عشان تدوها للبنك، وده الطبيعي. لكن تورطوا سيدنا في الاخر ان هو بقى هيتحط قدام الامر الواقع، يعني ابونا استغل ثقه سيدنا، ابونا بقى مش عنده امانه بصراحه، بصراحه الواحد مع يعني الأسف. ايه ده؟ ايه اللي بيحصل ده؟ يا ابونا فيلبس عيد حساباتك تاني، انت كده هتخسر كل حاجه. يعني يا ابونا فيلبس انت يعني هتستفاد ايه لما تورط نيابه الانبا ميشائيل الراجل الطيب اللي اداك كل الثقه؟ انت كده يعني بقى عندك امانه يعني ما بينك وما بين ربنا، يعني انت كده خلاص يعني. انا مش متخيله اللي بيحصل ده بصراحه يا استاذ نادر، ده اللي انت قلت كوارث بصراحه، انت قلت كوارث انا عندي لسه كتير، لو كان عندك حلقات وعندك لسه وقت زي كتير انا عندي لسه كتير احكي، طبعا. عندي كتير احنا يعني. لسه اللي هنجيب حكيته دي حكيته ده ولا نص المصايب اللي بتحصل. لا احنا بنخاطب نيابه الانبا ميشائيل، لازم يقعد مع اللجنه ولازم يقعد مع ابونا ولازم يواجه دول بدول ويشوف الدنيا ماشيه ازاي. نيابه الانبا ميشائيل لو سمحت يعني ما تسمعش من طرف واحد، ما تديش ودنك لطرف واحد بس، اسمع الطرفين وشوف الكنيسه هتروح لفين بعد كده، لان في قرض كبير جدا او في سلفه كبيره جدا ولازم تسددوها في ميعاد، ولا انتوا مفتوحه لحد ما تتسدد في اي، مفتوح عندكم التسديد ولا لا لسه في ميعاد؟ مفيش، هنا البنك لو اتأخرت من جست والتاني بي على طول بيتخذ إجراءات، يعني بتاخد ومفيش اجراءات حاجة. مفتوح مفيش يعني لازم هزار هنا، تورط. مفيش حاجة اسمها لما يكون عندك الديني، لا في اتفاق لازم يتنفذ في بالسلب اتفاق بالحرف. بالظبط، يا فهو اكيد الامور مفيش الماليه دي حساسه جدا يا جماعه، وتوريطها في الامور الماليه دي كبيره جدا جدا. فنيابه الانبا ميشائيل لو سمحت حقق في هذا الامر، انت عندك اب كاهن فاضل، ان الشعب بيحبه، هو مش مانع ان هو يكون اب كاهن عليهم، بس تقلص صلاحياته، ما يبقاش ماسك كل حاجه في الكنيسه، يبقى فيه شفافيه للشعب، يفضى هو شوية بيصرف ايه للشعب. وبيجيب ايه، بيجيب ايه للكنيسه، ويغير السقف ليه ويعمل ايه في الكنيسه، وموضوع الايقونات ويبيع الايقونات او الصور او وات ايفر هو بيعمل ايه اصلا، هو انا مش متخيله هو بيبيع الايقونات دي ازاي ويكتب عليها اسمه ويحطها في الكنيسه وبيدشنوها بعد كده يعني ولا ايه، يعني مش فاهمه انا يعني. الحاجات دي غريبه جدا وغير منطقيه يعني، اول واحد اول مره يسمع عنها، وزي ما يكون ما صدق كان ايه وبقى ايه، يعني انا مش متخيله. يعني ربنا اداك وزنه حافظ عليها، ربنا اداك شعب والشعب بيحبك، الشعب مش بيكرهك يا ابونا فيلبس، الشعب بيحبك يعني. انا استاذ نادر حتى كمان شخصيا بيحبك ووقف معاك كتير، من كلامه وقف معاك كتير في مواقف كتيره جدا، فالراجل فعلا يعني تعامل معاك بكل صدق وبكل امانه، ده مش جزاته برضو استاذ نادر. واستاذ نادر بيقول كمان هو مش بيسعى لاي سلطه، مش بيسعى للخدمه، مش بيسعى لاي حاجه، بالعكس هو ساب لكم كل حاجه واداك المفتاح يا ابونا، والمفروض المفتاح اللي انت خدته من استاذ نادر يكون امانه، وتقول لسيدنا ده نادر اداني المفتاح وانا دلوقتي هعمل ايه، ده المفروض سيدنا يعرف من اول مره. لكن يستغفل سيدنا سنتين، يقعد سنتين الايجار ضئيل جدا اللي بيبعته لسيدنا ويقول له هو ده اللي انا حصلت عليه، وسيدنا يعني مش عارف ايه اللي بيحصل، كتير كتير جدا. فلو سمحت يا سيدنا حقق في هذا الموضوع، لإلا نصحى على كارثة أكبر، والكارثة الأكبر إن ممكن البنك يحجز على أي حاجة، سواء الكنيسة يا سواء الدير، صح كده يا أستاذ نادر؟ اول كده تخش في ديون، في حاجات ديون تانية عملها تخش في هتدخل ديون، الكنيسة في ديون مش طبيعية. ديون كمان
لانه لا انا قلت لك انا عندي كتير احكي كتير، بس يعني مش عارف استكفى بكده ولا، بس يا ريت انت في نقطه، في نقطه قلتيها انا عايز اعلق عليها. تفضل. انا ما بكره، انا ما بكرهوش كشخص، انا بكرهه كتصرفات كطبع. انا الراجل ده مش ضده، بالعكس ضد تصرفاته. بس وانت كمان بتتكلم لخوفك للكنيسه، انت بتقول ده ممكن ندخل في ديون او ممكن نحجز على حاجه، يعني انت بتتكلم كخوفك كابن للكنيسه في وبتخجل بقالك حاجات كتير كتير. غلط. كأديك كمثال بسيط دلوقتي النهارده، لما يكون السخان، معلش لو في وقت مش عارف لا وقت قد اتفضل ايه، بس دي اتفضل. نقطه مهمه. لما يكون السخان بتاع اللي اشتريناه اللي كان موجود في الكنيسه، السخان ده بيصرف عند الكاثوليك 12000 يورو غاز في السنه، عندنا هيصرف مش اقل، كإحنا استهلاكنا 3 أضعاف، نقول هيصرف 30000 مثلا، ودلوقتي أسعار الغاز بقت 3 أضعاف، يعني اللي هو النهارده عايز في السنة مش أقل من 60 70000 أورو غاز. المصيبة مش هنا، خد الكارثة عندي. السخان ده وأنا عندي نسخة من عقد بيع الكنيسة، والنهارده جريتها، وممكن دلوقتي لو تسمحي لي أطلعها في الكاميرا، طلعها اتفضل. طبعا. مكتوبة بالألماني. السخان ده مكتوب إنه ممنوع يعاد تشغيله، لأنه ممكن يطلع مادة اللي هي بيسموها كولون مونوكسيد، ده غاز ملهوش ريحة ولا ليه طعم، وبيخنق وبموت، يعني كل المصلين ممكن يموتوا فجأة يا خبر. بسبب انه، لانه فيه عطل او فيه الحله اللي بتتم فيها الحريق مصديه، ودي مصدية. الكاثوليك ودي اللي هي، استنى فلازم اتاكد، اللي صيانة، هي يعني انت بتحذر ممكن كارثة لا تحصل. السخان ده تصليحه هيكلف اكتر من ثمنه غالي، وزياده على كده السخان ده قديم ومصروفه جامد، يعني انت السخانات الحديثه مصروفها اقل. فالنهارده ليه ما صرفش على سخان جديد حديث يوفر فيه غاز، ويوفر فيه تكلفة، وفي نفس الوقت آمن للشعب. يعني انت بتطالب بتغيير السخان القديم اللي موجود ده. ده خطر. السخان ده المفروض يوقف، يقف ويتغير في السخان ده، لأنه مكانه. لو النهارده في ناس ماتت أو حصلت كارثة زي دي، سيدنا ممكن يتحبس، لأنه هو اللي مالك وهو اللي مسؤول. ياه. الناس دي، الراجل ده بيعمل يفرح الشعب، هو دفتكم بس دفاهم ازاي ما حدش يعرف. الراجل ده ما بيعرفش الماني، ما طب بيعرفش كويس حاجه. يا استاذ نادر انك يعني قلت المعلومه الخطيره دي، يمكن سيدنا ما يعرفهاش فعلا، وانت كمان ترجمت اللي بالحاجات اللي معاك اللي بالالماني. فكويس انك نبهت وحذرت الناس من موضوع السخان ده. ده موضوع يا خطير يا جدا. يا يا اختناق اهو، الغاز. جيبوا، هاتوا العقد، البيع، عقد البيع اهو قدام الكاميرا، عقد البيع يا اخوانا، المادة 5، الباراجراف 5، المادة دي بتتكلم فيها على انه بتقول، بتقول يا ستي هنا المادة 5، ثواني بس، لانه الموضوع ده كبير قوي يا جماعة، خطير جدا، ممكن يا تحكي. بتقول على انه، اوكي، بتقول على انه ديم كويفا اس بيكانت داس تي ام كوف غونت بزيتس، يعني الشاري على علم بانه يوجد في الحاجه اللي اشتروها بفندلش هايتسونغس انلاجا، يعني يوجد سخان او جهاز تسخين فيجن مينجل نشت ميا ان بتغيب، عشان في عطل او خلل خارج السخان ده، خارج الخدمه، جنومين فيردن يعني هم اخذوه، عشان يعني يحصل هم الخدمة. اللي اشتروا الكنيسه اخذوا بعلم كامل انه علم كامل. يوجد سخان اخذوه مع عطل او الكنيسه، خلل. والسخان وقف من الشركه المصنعه عشان فيه عطل، وانه غير مسموح اعاده تشغيله. ياه. فيردن دورفن يا يعني هو مكتوب كده في العقد، غير مسموح بإعادة برافهن تشغيله، يا وأبونا مكتوب عارف كده كده، أبونا عارف يا الموضوع ده. يا انا كلمته
ابونا عارف الموضوع ده ومستمر في تدريب ابونا الابنات. يا عارف جماعه خلي الموضوع بالكم، ده ديه. ممكن كارثه تحصل، بعد الشر عليكم يا رب. بس احنا بنحذر بنحذر يا جماعه، ده موجود في العقد، ممنوع استخدام السخان القديم وتغيروه فورا، مكتوب كده في العقد. يعني يجب عليكم اول لما تشتروا الكنيسه. تمام يا استاذ نادر، بيجيب الرساله واضح؟ مكتوب معاه جوه العقد، يعني هو مش بيكذب عليك ولا حاجه، الرساله والابونا في ربص يعلم هذه الرساله جيدا. كان يجب عليه ان هو يغير السخان، يعني حرصا على سلامه كل الناس اللي موجودين في الكنيسه. يعني ايه اللي بيحصل ده؟ طب هو ايه الفايده يعني اللي هو هتعم عليه لما يحط حاجه بايظه في الكنيسه، او ممكن تضر حد، او تعمل اختناق في يوم من الايام، او اي كارثه تحصل، وهو عارف انه في صدقيني، ممكن تحصل كارثه في اي وقت. مفيش حاجه دلوقتي مضمونه، ودي مفيش حاجه حاجة مش جديده معروف امتى بتصلحنا. تحصل، يمكن امتى تحصل، دي مش لا معروف. كويس يا استاذ نادر، نادر اللي حذرت من الحته دي تحديدا، في الحته دي. حاجة تانية أنا قلت لك أنا عندي كتير، يا ريت سيدنا يتقابل معايا عشان أشوف أحكي له. الراجل ده عشان يوسع الهيكل، بالرغم من الناحية التانية فيها هيكل واسع وعالي وكبير، لا هو عمله في المكان المفروض ما يتعملش فيه، حتى أكتر من 20 طن خرسانة في الأرض، بالرغم إنه تحت فيه قاعة تانية. يعني هل الأرضية اللي حاطة فيها 20 طن أو أكتر هل هتتحمل؟ ولو اتحملت هيتحمل كام سنة؟ اللي بيعمله الراجل ده في الكنيسة يا إخوانا كله خراب، غير أخلاقه وغير تصرفاته وغير نصبه وغير ده كله. الراجل ده اللي بيعمله في الكنيسة كل يوم بصحى على مصيبة، لسه الأسبوع ده صاحي على خبر إنه بيغير سقف البيت يا إخوانا. يا سيدنا غير السقف. تصرف، شوف، انقذ الموضوع، اتمنى ان سيدنا انقذ. حتى يحقق في يا سيدي استاذ نادر غلطان، استاذ نادر بيفتري على الكنيسه، استاذ نادر ما يعرفش حاجه. احنا بنطالب سيدنا يعمل تحقيق شفاف ويشوف كلام استاذ بالظبط نادر صح اصلا ولا غلط. مش هيخسر حاجه، هيخسر حاجه يا استاذ نادر لما يشوف، مش هيخسر ده هيكسب، لان ما بتحطش قدام الامر الواقع. انت ممكن تدي ثقه لانسان وتكتشف بعد فوات الاوان ان الانسان ده كان بيخدعك طول الوقت. دي مش معضلة، يعني بيحصل كتير. احنا بنخدع في ناس ممكن يديهم ثقة، بيعرفوا يمثلوا كويس، بيعرفوا يتكلموا كويس، ويعملوا نفسهم ان هم هي دي بيحب سيدنا ومع سيدنا وكل حاجة، وفي الاخر يخدعوا. ولازم اللجنة بتاعت الكنيسة تتصرف، لازم تعملوا حملة توقيعات في الكنيسة وتشوفوا الاب الكاهن ده بيتصرف ازاي. انتوا موافقين على الوضع ده ولا لا؟ شعب الكنيسة يا استاذ نادر، طيب ما حسش بكل هذه التغيرات؟ يعني شعب شعب الكنيسة الكنيسة ما يفهمش حاجة، ما يعرفش حاجة، أغلبهم ما بيعرفش ألماني كويس، ما بيعرفوش الألماني ما يعرفش قوانين، ألماني. ليهم بالمظاهر. وهو استغل ده، هو كل اللي بيعمله في الكنيسة مظاهر مظاهر مظاهر، مش أكتر من مظاهر. لكن يعني يجيب الحاجات لهم اللي حامل أيضا، الحاجات الحاجات الكبيرة القوية الأساسيات قوي اللي من تحت مصايب بتحصل. الشعب يعني آخره يروح القداس ويمشي أو يحضر اجتماع ويمشي، بالظبط ما يبقاش بالظبط في دماغه الحاجات الكبيرة دي. لكن هي بقى دي. واجب على الناس اللي مسؤولة عن الكنيسة، لجنة الكنيسة أو إدارة الكنيسة، تكون بقى متابعاه، أو تكون هي العين أو تروح تبلغوا سيدنا. طب أنتوا عملتوا محاولة أنكم تكلموا سيدنا قبل كده؟ يعني أنتوا عملتوا محاولة انا حتى؟ بصراحه يعني سيدنا دايرك اتكلم معاه واشتكي له من اللي بيعمله، لمحت له كتير. لما سيدنا احتلت قلت لك في خدام، لما الخدام ابتدى يطفش من الخدمه والشعب طفش من الكنيسه والكلام ده كله، في ناس في ناس كتير حاولت تشتكي لسيدنا، بس كل اللي بيشتكي اصل يا سيدنا عايزين يموتوه، اصل يا سيدنا الشعب هناك بيحبه. وسيدنا طبعا بصراحه انا دلوقتي بطالب، انا قدام الشعب كله وقدامك يا اختي نبي، انا مش عايز حاجه من الكل، عايز اداره، لا عايز حاجه ولا عايز حاجه، عايز الكنيسه تمشي كويس، عايز الكنيسه تكون فيها كاهن اب بمعنى الكلمه، عايز الكنيسه تكون طلباتك للاجيال مشروعة جدا يا والاولاد استاذ نادر، اولادنا. انت ما طلبتش حاجة لنفسك، انا طلباتك مستعد، مشروعة. انا مستعد، انا مستعد سيدنا يوكل لجنه تيجي نقعد مع بعض، انا هوريهم كل حاجه، حلو الغلط جدا ايه واللي اتعمل ايه حلو والكلام ايه، جدا. لا لا وبعد كده هم يقرروا، وانا مش عايز حاجه، صلحوها سابوها زي ما هي، انا مش عايز يبقى ولا انت هروح كده عملت هناك. اللي عليك واخليت مسؤوليتك، وانت شفت الفساد قدامك او شفت حاجة غلط قدامك، فيجب عليك. بالظبط. طب يا استاذ انا ما نادر، اقدرش اشوف غلط واسكت. نعم انت معاك فايل بالحاجات المكتوبه والعقد طبعا، مع حضرتك نسخه طبعا
فالحاجات دي مكتوبة يعني مرئية يعني مش ورق الكنيسة كله عندي، النهاردة طلعت كل الورق والعقد اللي هو صورة تمام. منه وجريت فيه، وقلت لك انا ما جدتك بيانات ان الكنيسه فيها 3000 وحاجه متر مربع الارض و185 البيت، الحاجات دي جبتها من عرض الكنيسه. وعد لو كنيسة دلوقتي اجيب لك العرض واوريك على الكاميرا، كل الورق موجوده تمام معايا وراجل الكنيسه ما بتكلمش حاجه من دماغي. تمام انا وريتهولك دلوقتي بتاع السخان ده في الكنيسه، في العقد، في يبقى العقد مكتوب لازم في يا العقد. استاذ نادر نيابه الانبا ميشائيل يتحرك سريعا وتحقق في هذا الامر. الموضوع لو نام اكتر من كده او تم الخداع اكتر من كده احنا هنصحى على كارثه، سواء في موضوع السخان وسواء في موضوع محدش بقى بيعرف يجيب الفلوس عشان ندي للبنك. احنا هنحجز يا نروح الكنيسه يا نروح الدير، يا نحجز على الكنيسه يا نحجز على الدير، يعني سواء هنا او هنا كارثه الكوارث. فاحنا مش لو سمحتم ابونا في لوبس كده مش قد المسؤوليه ومش قد الامانه اللي خدها على كلام استاذ نادر. يعني انا سمعت من استاذ نادر حاجات كتيره جدا، يعني ابونا في لوبس يجب عليه ان يعيد حساباته تاني، وسيدنا لو حقق في هذا الامر يقلص بقى صلاحياته خالص، لان هو كده من الواضح ماسك كل حاجه في الكنيسه. ولو ثبت صحه اقوال الاستاذ نادر يجب على سيدنا يتخذ قرار فورا، يتخذ قرار فورا بخصوص ابونا في لوبوس. هي مش ملكيه خاصه او حاجه من ممتلكاته، ده الكنيسه دي ملك الشعب وجايه بفلوس الشعب، مش جايه بفلوسه هو، الكنيسه دي جايه بفلوس الشعب. فهي استولى على الكنيسه والمبنى كله خده وتحت وفوق والكلام ده كله ما ينفعش. فيجب على نيابه الانبا ميشائيل يتحقق في هذا الامر ويشوف المواضيع الاستاذ نادر الخطيره اللي قالها معانا هنا في الحلقه، وخاطب كمان لجنة شؤون الأبرشيات بالمجمع المقدس إنها تشوف وتتابع الأمر ويشوفوا هناك، يروحوا أي حد هناك أسقف ولا حاجة ويروح يشوفوا يعملوا تحقيق برضو من لجنة الأبرشيات. وأتمنى إن تكتبوا شكوى رسمية للجنة هناك، اعملوا حاجة رسمية عشان يتحركوا برضو، اعملوا شكوى رسمية واعملوا فايل كده وابعتوه للمجمع المقدس عشان يشوفوا بعينيهم. ابعتوا الفايل ده نسخة لنيابة الأنبا ميشائيل وابعتوا نسخة لأعضاء المجمع المقدس لجنة شؤون الأبرشيات عشان تكون تتكلموا بحقائق وتتكلموا بمستندات، انتوا مش بتبلوا على حد، عشان برضو الناس تفهم الدنيا ماشية ازاي عندكم. انت يا أستاذ نادر بتقول معاك مستندات كتيرة بتثبت اللي انت قلته النهاردة في الحلقة، وانا بشكرك شكرا جزيلا لانك بصراحة اتكلمت كخوفك على الكنيسة وانك ابن من ابناء الكنيسة، وواجب عليك انك لو شفت حاجة غلط تتكلم، وهو ده الصح يا جماعة. احنا الاستاذ نادر مش ضد ابونا ومش ضد شخص ابونا، لكن بيقول في بعض التصرفات اللي بيعملها ابونا هو عمل لنا عصره، ابونا عمل لهم عصره في الكنيسه، فما ينفعش ابونا يكون قدوه ويشوف انه يعني عمل ورط الكنيسه او ورط نيابه الانبا ميشائيل في الاخر. دي كده فيها توريطه يا استاذ نادر، يعني هو كده في توريطه. ف مع الأسف. مع الاسف طبعا. فانا بشكرك شكرا جزيلا، ولنا لقاء اخر ان شاء الله يا قريبا ريت إن شاء الله تشرف. ننزل الاجزاء. احنا عملنا دلوقتي 3 اجزاء يا استاذ نادر وهترجع 3 حلقات ان شاء الله. إن شاء الله. واتمنى ان نيابه الانبا ميشائيل يشوف الحلقه دي، وانا بخاطبه كابنه من مصر، وانا يعني انتوا لما بيحصل اي مشكله او هنا او هنا احنا كلنا اعضاء في جسد المسيح، لو عضو تالم كلنا نتالم معه. انا حزينه جدا جدا ان سمعت هذا الكلام عن هذا الاب الكاهن، اتمنى ان هو يعيد حساباته تاني وما يكونش يعمل عصره للشعب، لان الشعب ما ذنبه. وكمان في ناس كتير طفشت من الكنيسه، واستاذ نادر بيقول كان ان الكنيسه كانت بتتملى ناس، دلوقتي مفيش حد بيروح الكنيسه زي الاول، ناس القدام قلت طفشوا من فعلا. الكنيسه، فمش معقوله يطفشوا من الباب الطاق. الناس دي ما طفشتش من الكنيسه من باب الطاق كده، اكيد في اسباب واسباب قويه كمان. فاتمنى لو استاذ نادر قال اي حاجه غلط في الحلقه، يعني هو مستعد ان هو يتحاسب على الكلام اللي هو قاله، وقال انا كل حاجه بقولها بالدليل بتاعها، في اكتر من كده ايه؟ اسمعوه، حتى اسمعوه اسمعوه، ومش اسمحي لي هتخسروا أقول لك، حاجه مش هتخسروا حاجه، لان تسمحي لي بس الخساره. كلمة أخيرة. اتفضل يا استاذ نادر اتفضل. اتفضل. كلمة أخيرة بس. على فكرة لو أنا واحد من الناس، ما أكتر يعني من الناس التانية، محروق على الكنيسة وبتغاظ على الكنيسة، لأنه الوحيد اللي تعب لحد ما الكنيسة دي جات وضاق المر مشاوير وجري، أنا الوحيد اللي كان عامل خطة وبلان زي ما بيقولوا وحلم معين وكله اتهدم، أنا
لو انا ما تعبتش فيها، عارف لما تتعبي في الحاجه بتصعب عليكي طبعا اكتر. طبعا 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 لو كانت مشيت مظبوط كنت هكون فرحان حتى لو انا مش فيها. طبعا طبعا انا المصلحة هو ده العامة، الرساله بالظبط. المصلحة العامة، حضرتك بتتكلم المصلحة العامة وما كنتش بتعمل أي حاجة ليك، ده أنت كنت بتعمل للشعب كله، يعني ما كنتش عايز مصلحة بالظبط هنا أو كده. هنا، بالعكس أنت كنت شايف قدام، كنت بتسعى أنكم تجيبوا كنيسة قريبة منكم، كنت بتسعى أنكم تعملوا جمعية عمومية، كنت بتسعى أن أنتوا تمشوا مظبوط، هي تمشوا كده قانوني وتروحوا بالظبط البنك بالظبط وتعملوا كل حاجة. بالظبط وكمان انا بالظبط كنت يعني بالظبط انا ملاحظه ان حضرتك يا استاذ نادر مع نيابه الانبا مشايل كنت بتقول له هنعمل كذا وهنعمل كذا، كنت بتفهمه كمان، ودي حاجه كويسه كنت جدا. بفهمه. ومرة وقفت وقلت يا اخوانا الكنيسة جاتنا، يا ريت ما فيش يوم نيجي نوصل خبر لسيدنا يزعله. عايزين كل حاجة تطلع من الكنيسة هنا تكون فرحة لسيدنا. سيدنا عليه شموم ومسؤوليات كتير. طبعا طبعا الكلام ده ربنا وقفت، يعينك. وقفت بعد قداس كان مرة في ليلة عيد وقلته للشعب، واللي جاء كان موجود هيتذكر الكلام ده. قلت لهم عايزين نكون كنيستنا فرحة لسيدنا مش حمل عليه. الكلام ده قلته مرة تقفوا معايا مش تورطوا الراجل في الاخر ذنب يعني. بالظبط. ومرة قلت لهم أنا ولادي كبروا، ولادي كبروا وتربوا، بس موضوع إنه النهاردة أنا بتعب عشان ولادكم وأجيالكم يتربوا تحت سقف كنيسة ويكون عندهم كنيسة. أنا مش عايز حاجة لنفسي، أنا عايز حاجة للكنيسة وبس. والاجيال القادمه انتوا بتعملوا كمان للجيل اللي طالع والجيل اللي طالع كمان، فمش حاجه مش ليكم، مفيش حاجه يعني هتفضل مفيش حاجة على بتخلص. حالها. طبعا طبعا إحنا بنبني عشان الجيل الجاي يستفيد بيها. صح، عشان الجيل الجاي. وطبعا انا اشكرك جدا يا استاذ نادر، انت شكرا وضحت لك. امور خطيره جدا، واتمنى يكون ليها رد فعل من المسؤولين.